السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة طبق شوربة تحفة، تحطوا فيه أي نوع خضار يعجبكم بيطلع حلو جدا، ولاد هيحبوه قوي. وأحسن حاجة إن كل حاجة في الشوربة دي سوتيه، يعني مش هتغلي مش هتموت. الخضار اللي فيها بيفضل زي ما هو محتفظ بكل حاجة. أنا حطيت فيها براكلي وحطيت فيها أسباراجس، فأنتوا بقى شوفوا عندكم إيه بتحبوا تعملوه، واعملوا الشوربة الكريمية الحلوة دي الصحية. كل الخضار اللي مش محبوب لولادكم وصعب عمايله هنحطه في الشوربة الجميلة دي، طعمها حلو قوي. هنقسمها لنصين، يعني بعد ما تستوي جزء بقى هيبقى لينا كده بدون اضافات، وليهم هما هنزود شوية اضافات عشان يعشقوها، ونخلص بقى من الخضار ومشاكل اكل الخضار. نبدأ بسم الله. جبنا الاسبراجس، ده من الحاجات اللي برضو ولادنا ما بيحبوهاش كتير، ومن الحاجات المفيدة قوي. ده الموسم بتاعها بتطلع في شهر، يعني الربيع كده لحد شهر 6 كده بيبدأ يقل الاسبراجس. هاخد البراكلي كمان هحطه معايا. ممكن اعمل براكلي بس، ممكن اعمل اسبراجس بس. الزهرة او الكولي فلاور او القرنبيط، الارنبيط بنقول عليه ارنبيط في مصر، كمان ممكن بتطلع تحفة. الشوربة بتاعته حلوة قوي، وبدون مقلي بقى والمشاكل دي كلها بتطلع حلوة حلوة يعني. فكل الخضار اللي تعبكو حطوه في الشوربة دي. يلا بسم الله. هنقطع الجزء الهارد ده اللي هو الناشف اللي فيه، وبعدين نغسله كويس قوي. هنغسل كل الخضار بقى بتاعنا اللي احنا عاوزين نطبخه. معلقة من الزبدة مش كبيرة، يعني مش هحتاج كتير. بصلة طبعا، انا بستعمل معظم اكلي بصل احمر، بصل احمر اقوى واحلى، بس في الشوربة دي لا، لازم بصلة بيضة. البصل الاحمر ده رائع. هنخليها سوتيه حاجة بسيطة قوي. هنحط الخضار بقى بتاعنا كله. لو مش عايزين لونها اخضر ممكن تحطوا جزرة معاها، بس انا عاوزه احافظ على اللون الاخضر بتاعتها، مش هحط جزره يعني ليها، بس تاخد ريحه الزبده. طبعا التقطيع مش مشكله، يعني يكون بيرفكت لان احنا هنطحن كل ده. تاخد ريحه الزبده، وبعدين اصب عليها بقى الشوربه بتاعتي. شوربه، اي شوربه عندي، شوربه لحمه شوربه فراخ كله بيمشي. تغلي بقى غلوة واحدة بس كده، هي غلت غلوة واحدة بالظبط. شوفوا انا عاوزة احتفظ باللون الاخضر الجميل ده، انا مش عاوزة اللون ده يموت. اوكي، هاجي بقى. لو انتوا عندكم مثلا قمح سلقينه او شعير، طبعا القمح يكون نوعية حلوة، او شعير مثلا، ده قمح مسلوق وعندي موجود كان عليه كركم، اور عندكم شعير مسلوق كمان بحطه فيها، او اللي ما عندوش ولا ده ولا ده ممكن يحط الشوفان. فكل الحاجات دي بتمشي حلوة قوي. احط حوالي مثلا نص كوب، نص فنجان من الشوفان او من الحاجات المسلوقة اللي عندي، الجرينز المسلوقة، وهخليها تغلي غلوة واحدة بس. احط بقى فلفل اسود، شوية من الفلفل الاسود، شوية من الملح. ما تكتروش ملح، الملح مش كويس ان انا اكتر منه، حاجة بسيطة من اي نوع حتى لو كان ملح كويس، قليل من الملح عشان كمان طعم الاكل احس بيه، ما يبقاش الملح طاغي على طعم اي حاجة عندي. خلاص غلوة واحدة برضو بالحاجة اللي انا حطيتها، نوع الحبوب يعني، and then هضربها في الخلاط او بالهاند بلندر. عاوزة اوريكو حاجة. شوف كل حاجة زي ما هي، يعني كأنها سوتيه بالظبط. ده الحلو في الشوربة دي، ان هي مفيش اي حاجة فيها بتكون مش مستوية جامد، يعني ما طبختش جامد. شوفوا اللون الاخضر الجميل،
البروكلي نفس الكلام، شايفين لونه؟ يعني احافظ على اللون الاخضر الحلو ده. استحسن وانا بطبخها دي ما اغطيهاش عشان اللون احافظ عليه. ده اللون الجميل اللي احنا عاوزينه. حط بقى شوية من الفلفل، مش كتير. اوكي، هحط لها طبعا كل الكلام اللي انا بحكيه ده ما بياخدش اي وقت. هحط لها شوية من الكريمة، ممكن 3 معالق كبيرة من الكريمة is enough. بسم الله، لان انا حاطه شوفان او حاطه شعير ما مسلوق، فكل ده بيديني سماكة. اوكي، بسم الله. اتصدان كده بالنسبة لي انا وبالنسبة لاي حد كبير. هاخدها كده زي ما هي، هاخد لي منها طبق حلو وارش عليه الرشه المعتبره بتاعتي. انتوا عارفين هرش ايه، بالنسبه لي هرش عليها فلفل حراق، فلفل كيان بيبر شويه منه. اوكي، للولاد بقى هنكمل، لسه هحط لهم عليها حاجه عشان هيعشقوها، هيحبوها جدا. اوكي، اشيل بتاعتي، بعد كده نرجع نكمل للولاد. بالنسبه للولاد بقى، طبعا انا ولادي لما صغيرين كنت خلاص بياكلوا زي كده، بس مش بحط لهم فلفل عليها. هي كده حلوه قوي، طعمها تحفه ممتازه، بس لان هم بياكلوا بره وعارفين الطعم التقيل اللي هم بيحبوه ده، فهنزود عليها شويه من الجبنه بقى. جبنه الموزاريلا ماشي حالها، تشيدر حلو قوي، يعني يفضل تشيدر هي اول حاجه لو عندك شويه منها، مش كتير، هديها طعم حلو قوي وطعم هيفي تقيل كده، هم بيحبوا الطعم ده وهيظبط قوي معاها. طبعا كل ده انا على نار هاديه ومش مغطيه عشان مش عايزه اللون يروح. اوكي، الجبنه التركي ممكن شويه منها، حاجه بسيطه يعني بيمشي الحال. دي شوربتنا النهارده،